ما تتجه الأنظار نحو الحرم المكي والحرم المدني وأيضا المشاعر المقدسة في موسم الحج، لكن في هذه الساحات المحيطة بالمسجد الحرام كيف يقضي الحجاج أوقاتهم؟ دعونا نشاهد. السلام عليكم يا حج. عليكم السلام ورحمة الله. أنت من مملكة المغرب؟ نعم يا أستاذ. أنت ما شاء الله متى وصلت هنا إلى مكة؟ مكة اليوم أربعة أيام كذا. كل يوم تأتي إلى الحرم؟ كذلك يومين، الصباح في الفجر مساء. كيف تقضي أوقاتك هنا في ساحات الحرم؟ تبارك الله تبارك الله تبارك الله، لا من النظام ولا من الناس اللي قايمين بالأمان، لا مدنيين ولا عسكريين ولا شرطة، قايمين بواجبهم وفوق الواجب، جزاهم الله بخير. كيف تقضي أوقاتك في ساحات الحرم؟ يعني عطني جدولك اليوم. أغلب الوقت نقضيها داخل الحرم، أقرأ ما تيسر من القرآن وأدعي. أخذت جولة في الأسواق هنا حول الحرم؟ كذلك. كيف رأيتها؟ كل متوفر، أي حاجة طلبتها متوفرة. تقبل الله لنا ولكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. أنتم من أي بلد؟ الجزائر. أنت والزوجة؟ تعي. كيف أول شيء رأيتم التجهيزات التحضيرات لموسم الحج؟ الحمد لله، يعني الموسم الحج والتحضيرات يعني على قدم وساق، يعني كل شيء متوفر الحمد لله، يعني نشوفوا أن الحجاج يعني توافد الحجاج يعني مستمر، وإحنا حجاج يعني جزائريين قدمنا من الجزائر لأداء مناسك الحج. يعني وانت تتحدثين عن الكعبة المشرفة تأثرتي، أول شيء نقلتي إلى صديقاتك أقاربك في الجزائر لما كلمتيهم في التليفون بعد وصولك، ماذا قلتي لهم؟ قلت لهم هذا المكان تقبل الله يا حاج. كل شيء مليح كل شيء مليح. من وين يا حاج؟ من الجزائر. دي زوجته؟ ايه زوجته. اول مره تكونوا في مكه؟ لا زوج اثنين. المره الاولى متى كانت؟ مطر. قديمه في 2016. يعني تقريبا قبل 8 سنوات او 7 سنوات. سنوات. هل في تغييرات لاحظتوها؟ نعم تغييرات جيد تغييراتها. ما هي التغييرات اللي لاحظتيها؟ في النظام وفي كل شيء، في التغييرات لا بأس بها. ما شاء الله كم سنة متزوجين؟ متزوجين 45 سنة. 45 سنة. نصيحتك للمتزوجين الجدد كيف يحافظون على العلاقة في الزواج؟ يعني أعطونا سر الاستمرارية في الزواج. ما فهمتوش. فهمت علي؟ فهمت علي ولا ما فهمت؟ عادي عبر بالجزائري. اهدر بالجزائري عادي. ما هو سر الاستمرار العلاقة بينكم؟ استمرار مفاهمة جيدة. انت يا حج قلت لي لازم تلبس العمة قبل التصوير. نعم ان شاء الله. ليش؟ زي السوداني تقاليدنا، يعني نحن كل إنسان بيحب يعني زيه تقاليده وكده، وإن شاء الله. أول مرة تحج؟ أنا الحمد لله حجيت كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عدها كم. طبعا الحرم المكي في حواليه ساحات. نعم. كثيرة ومحلات وأيضا فنادق، كيف تقضي أيامك قبل الحج هنا في الساحات؟ ما شاء الله تبارك الله، والله أولا الحمد والشكر لله، نقضيها روحانية عالية. أولاً ما شاء الله تبارك الله الصلوات الخمسة بفضل الله سبحانه وتعالى، زيادة على ذلك الحمد لله يعني التزام بشيء من القرآن الحمد والشكر لله، يعني تلاوة بفضل الله سبحانه، زيادة على ذلك الصلاة على الأموات أجور زيادة ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم.
اسم الكريم؟ يوسف الحارثي. يوسف، أنت كم لك هنا شغال في المحل؟ 6-7 سنوات تقريبا. ما شاء الله، يعني مرت عليك مواسم حج كثيرة. إيه، مواسم حج كثير حضرتها هنا في الحرم، ولي 7 سنوات الحين، كملت السنة السابعة شغال في الحرم. أنتم محلكم مطل على ساحات الحرم، فأنتم واجهة للكثير من الحجاج ويجونكم أكيد. إيش أكثر شيء حريصين الحجاج أنهم يشترونه من محل عطور زي محلكم؟ والله يعني حريصين هم يشتروا العطور اللي فيها العود، فيها روائح عربية، لأنه أغلبهم يعني دول خارجية فما عندهم العطور العربية، ففضلوا دائما عطور العود، الورد، يعني القريبة من رائحة الحرم، البخور. أنت طبعا من أهل مكة ومن مواليد مكة. إيه، أنا من مواليد مكة ومن أهل مكة. شو مثل لك موسم الحج أنت كواحد من شباب مكة المكرمة؟ والله يعني خدمة الحجاج، ويعني إحنا ذحين نداوم ونشتغل ونخدم حجاج، يعني كلها يعني مع بعض، فشيء مرة حلو. هذا شيء متورثينا من الآباء والأجداد. أيوه، خدمة الحاج فوق كل شيء، يعني حاج تايه نوصله معنا بالطريق، ندله على فندقه، محتاج حاجة نكلم المطوف نوصله لأقرب نقطة، يعني يكون يوصل لفندقه أو محتاج حاجة نخدمه على طول. حج السنة هذه الأرقام عالية جداً، ربما تقارب الأرقام قبل أزمة كورونا. كيف مستعدين؟ متجهزين؟ مستعدين، وإحنا يعني نتمنى أنه ترجع الأيام زي قبل كورونا، يعني الحرم يشيل والتوسعات يعني زادت عن أول، والحمد لله. مش هتطيبنا ولا كيف؟ طيبك أكيد. أعطيني أغلى شيء عندكم. والله يعني حتعطيني الرخيص؟ كلها طيبة، كلها طيبة، بس إيش تفرق من درجات والثقل. عشت أيام. والله أعمالك.